تحياتي لكل اللي عم بتابعونا عبر موقع فوشيا وحابين يعرفوا أخبارنا وتوقعاتنا الأسبوعية للفلك من تاريخ 2 نوفمبر 2020 لغاية 9 نوفمبر 2020 وبداية مع مولود برج الحمل يلي عم نشوفه ممكن يتفاجأ ببعض العرائيل على الصعيد المهني ويبدو حريص جدا على التفاصيل الصغيرة مع محيطينه بالعمل. وأما عاطفيا فما زلت عم بتعيش تحت تأثير أجواء سلبية بعلاقتك مع الشريك والفلك عم يتحدث عن تكرار الشكوى والفراغ في الحب. مولود برج الثور يلي كمان بنقول له توقع تعاون فوري وايجابي قد يكون مع محيط عمل جديد، ولربما تكون عم بتحضر للسفر كمان مرتبط بمكان ما رحت عليه من قبل. واما عاطفيا فالفلك عم يتحدث عن تفاهم وتقارب مع الشريك، وكمان كانك ما رح تصدق كل اللي رح تسمعه عنه عن شريكك، اكيد كل اللي رح تسمعه عن شريكك العاطفي. مولود برج الجوزاء كمان لربما يعيش أجواء من السرية بالحب ويبدو مطمئن على الصعيد العاطفي، والفلك عم بيتحدث عن مصير إيجابي بانتظاره. وأما مهنيا يبدو أنك على حق ببعض المواقف والأفكار في العمل، وتوقع سوء الظن من بعض الزملاء بمحيطك المهني. مولود برج السرطان يلي كمان رح يتوصل لاتفاق مع نفس المحيط يلي عم ينتمي لإله بالعمل، ولن يخلو الأمر من بعض التغييرات والتعديلات لدوزنة الأوضاع مع الكل. وأما عاطفيا توقع مبادرة أو فرصة جديدة لتصحيح الأوضاع بعلاقتك مع الشريك. مولود برج الأسد يلي كمان ممكن نشوفه أنه ينتقل من مكانه إلى موقع تاني ضمن نفس المؤسسة أو الجهة يلي عم يتعامل معها أو بيشتغل معها، والفلك عم يتحدث عن ظروف خاصة بانتظارك في العمل. وأما عاطفيا لربما يحاول أحد الأشخاص تشويه صورتك أمام الشريك لتوتير الأجواء بيناتكم، فكأنك عم بتعيش أجواء الفتنة في الحب. مولود برج العذراء الفلك عم يتحدث عن حلول لمشكلة مرتبطة بالشريك، والموضوع يبدو أنه مهم جدا بالنسبة لك، ويبدو أنك متابع جيد لكل التفاصيل بهيدي المشكلة. وأما مهنيا توقع أجوبة إيجابية مرتبطة ببداية جديدة أو مطالب بتتعلق بوضعك المهني عم تسعى لها من الأشهر الماضية. مولود برج الميزان يلي ممكن يأجل قرار مرتبط بالسفر بسبب الظروف المستجدة والترتيبات المطلوبة منه بمحيطه المهني، والفلك عم يتحدث عن ارتياحات مقبلة على الصعيد المهني. وأما عاطفيا قد تضطر مواجهة موقف مرتبط بالشريك مباشرة بالإضافة لنفقات مالية تبدو ضاغطة عليك. مولود برج العقرب قد تضطر لمتابعة صحية مرتبطة بأحد أفراد عائلتك. وأما مهنيا فالفلك عم يتحدث عن شروط مختلفة تماما عن الشروط السابقة، وتبدو حذر جدا بتصرفاتك مع أحد الزملاء المشكوك بأمره. وأما عاطفيا يبدو أنك غير قادر على حسم الأمور مع الشريك وأسباب سلوكياته القاسية وغيابه عنك. مولود برج القوس يلي كمان كأنه موعود بحدث مهم على الصعيد المهني، ولربما يكون مدعوم من جهة عند الرغبة بمساعدتك أو التعاون معك وظيفيا أو حتى بشيء خاص لك. وأما عاطفيا يبدو أنك متحمس على عودة العلاقة مع الشريك، وللخاليين عاطفيا كأنه الفلك عم يتحدث عن مشاعر حلوة ممكن تعيشها مع شخص غريب عنك. مولود برج الجدي اللي عم نشوفه واقع جدا بتقييمه للأوضاع على الصعيد المهني، وتوقع مصير جديد أو قدر جديد بانتظارك، ولربما تباشر بوظيفة جديدة أو مسؤولية تتوليها بالنيابة عن أحد الأشخاص المحيطين فيك. وأما عاطفيا فعم نشوف كأنه في مغامرة جديدة للعازبين وبعض الإرباكات للمرتبطين على الصعيد العاطفي. مولود برج الدلو يلي كمان أمامه شراكات أو تحالفات مهنية بانتظاره، ولربما يغير مكان موقعه بالعمل. وأما عاطفيا كأنك عم بتحاول الابتعاد عن الأجواء المتأزمة وما حابب تناقش بالمواضيع المرتبطة بالمواقف السابقة، فأنت حابب تعيش اللحظة الحالية بكل إيجابياتها مع الشريك. آخر الأبراج معنا مولود برج الحوت، كأنك عم بتعيش حالة من اللا استقرار الداخلي بعلاقتك مع الشريك، وقد لا يكون هو على دراية بالأمر وعم يصعب عليك مصارحته بهذا الموضوع. وأما مهنيا فالفلك عم يتحدث عن بعض التعقيدات بمحيطك المهني، وكأنك عم تستبق الأحداث بالبحث عن فرصة جديدة، وخصوصا للموظفين اللي عم بعيشوا حالة فراغ مهني أو حتى عم بعيشوا حالة اهتزاز بمحيطهم المهني. هذه كانت أخبارنا وتوقعاتنا الأسبوعية. تضلكم بألف خير. لكل على بالهم تواصلوا معي على أرقام المكتب
عندي على 0961-71-77-85-86، والرقم الثاني اللي هو 0961-71-77-85-87. لكل استفساراتكم ولكل الأجوبة اللي حابين تعرفوها من خلال اتصالكم فينا، فالرقمين متوفر عليهم خدمة تطبيقات الواتساب والإيمو، فيكم تحكونا، وأهلا وسهلا فيكم، ضلكم بألف خير، وباي باي.